بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بشرف فيها صحنا يا ريف دمشق مع شقة أرضية غرفتين نوم حمامين ومطبخ وجاردن عبارة عن مدخلين. الشقة طابو أخضر أجزاء سوبر ديلوكس. سعر الشقة حاليا بسعر عقاري 300 مليون. لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك للفيديو حتى يظهر بالمقترحات. هاي الصالون مثل ما بنشوف معمول فيه ديكورات بالجبسن بورد وسبوتات. عنا حيط حجر للشاشة هنشوفه مع بعض. شقة بتنظيم أشرفية صحنايا عن جامع سويد. عندي على ايدي اليمين مثل مخزن صغير غرفة تخزين. عندي هون الحمام الأول هو الحمام العربي مثل ما نشوف الحوض. وعنا هون الحمام رقم 2 هو الحمام المشترك للغرف. هاي غرفة الأطفال هي غرفة رقم 1 مجهزة. طبعا الشباك بيشوف الجاردن. هاي رقم الواتساب إذا في أي استفسار أو أي معلومات تحبوا تتواصلوا معنا مباشرة. هاي الغرفة رقم 2 مثل ما بنشوف. هاي الجاردن هلا شوي حنطلع عليها. مثل ما وعدتكم في عنا شقات كتير خلال هذا الأسبوع كانت من أشرفية صحنايا، تنظيم أشرفية صحنايا وتنظيم صحنايا. هاي المطبخ طبعا مثل ما بنشوفه مجهز بالكامل منخزن. هاي الإطلالة تبع المطبخ، فرخامة جاهزة، الهود راكب، سيراميك بالكامل. وهي نظرة تانية للصالون. طبعا الصالون هو بيطلعنا على الجاردن. وهي رابط الفيسبوك تحت الشاشة عم يظهر. وعنا هون جاردن، طبعا الجاردن من ضمن مدخل خاص حنشوفه مع بعض. هاي المدخل الجاردن. هون عنا شلال كمان. البناء حجر بالكامل طبيعي. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة. يوم الجمعة عنا عرض لقصر موجود بريف دمشق حنشوفه مع بعض الساعة 6 بتوقيت دمشق. عنا هون الصالون نظرة تانية. هي كانت شقتنا اليوم تنظيم أشرفية صحنايا. إن شاء الله بنشوفكم شقة جديدة وعقار جديد.